وانا فيصل خربطة بالبناء. جيبه هنا بعدين هنا. لا هاي الغي، هاي الغي، بس هاي هنا وبعدين هنا وبعدين هنا هنا. لا 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 خربطة خربطة صارت هنا. بعدين اجيب ايش اسوي؟ ادخل المصانع هنا واحد وهنا هنا واحد واجيب هنا اجيب هنا مرة مرة هنا. لازم ما كثر حفلة المحطات لان كمان المحطات هواي هذا الشيء سلبي عليه. نجيب هنا خط هنا بعد نحط حافلة هنا واربطها ويا هنا واحدة يمين واربطها ويا هاي ونوصل الدورة كاملة. اعتقد الترتيب خطأ، يعني الترتيب شوية احسن من الترتيب، بس خلنا نمشي حالنا بهذا الترتيب على ما شوية غير بالمدينة، لان اعتقد تشكيلة خطأ مالت المدينة هاي المنطقة. فراح شو اسوي؟ اسوي والله فتح لي والله فتح لي اي والله اسبع شيء اسوي، اصبر عليه شوي اصبر عليه نكمل الحافلات. هاي المنطقة ما يحتاج الحافلات بس ما راح اضخم منها، راح اي خليهم يجون منها. شو اسوي؟ راح اربط هنا. اكو حافلات هنا؟ ماكو محطة. اجيب هنا بعدين اوديها هيجي عمر اجمع هنا اجيب هنا اعبرهم هنا وبعدين اجيب هنا بعدين مين ارجعهم بعدين؟ ادخلهم هنا بس هنا. فليش اسوي لازم؟ دقيقة خل اسوي بعض الاشياء قبل ما اسوي الحافلات. او خل اسوي الحافلة. يقول لك مناطق صناعية يحتاجون. اوكي دقيقة اصبر عليه شوي. ما انا ما يدعي اعبر مع الجهة. خليه هنا انا وحدة. وحدة هنا. وحدة هنا. وحدة هنا. وحدة هنا. بعدين نجيبهم هنا. ندخلهم هنا. وهنا. خليهم هسه شو يرجعون؟ يرجعون لا هنا يرجعون يدخلون هنا بعدين يدخلون هنا بعدين يرجعون هنا وهنا وهنا رجعها حافلة. طبعا المنطقة سويتها بقت هاي المنطقة ما سويتها. عشان اسوي هنا انا راح اسوي شلون دورة اوحدها تصل بديك الحافلات هاي الحافلات. اسوي مرة نجيب هاي نحط هنا هاي هنا لا ما ادري بس خليني اسوي دقيقة هنا انا هنا هنا انا جيبه هنا بعدين نرجعهم هنا بعدين نجيبهم هنا بعدين نجيبهم هنا نربطهم بهاي الحافلة. هاي راح تصير دورة واحدة بس راح يصير عندي هسه المشكلة راح يصير عندي ازدحام هنا هذا الشارع مثل ما اشوف هسه شلون صار ازدحام كلش قوي. هذا الجزء هذا الجزء من صار ازدحام كلش قوي. راح اسوي هسه اسوي اكو اشياء ثانية مسويها عمود تقلل هذا الازدحام. وانا طرق المشاة اسوي مشاة منا لهنا انا شوف ثواني خدني ما اشوف الخرابيس هسه انفتح بس بالنهار ما كان ما يروحون بالسيارة هذول قريبين على المصانع يروحون منا سووا مشاة همين منا لهنا انا ومنا لهنا. لا لا مو كذا صار. هاي الطرق مشات كلش مهمة تفيد تقلل الازدحامات.
هيجي هيجي. أنا أحتاج أسوي مترو، مترو يفيد كلش أحسن من الحافلات. هيجي هسه تمام برا ما يكون يعني. بس هاي تفتح عندي، هاي فتحة والله زين. خروج طلع ثواني، خلنا نسوي هاي، وقف الوقت. بس خروج دخول اوكي. الصاد شوي هنا اكبر، بعد يدخلون يخرجون. هذا الطريق والله صغير اعتقد، مو كبير. اي بس اتجاه واحد فراح يفيدني. شو اسوي هسه؟ على مود اخلي الحافلات مصانع يجيب هاي الالوان هيجي. نخلي المصانع يطلع عن قبل هيجي بعد منه، ما يوقفون يعني. هاي مناطق صناعية ما كانوا يفترون على الجهة، يجون منها مباشرة يطلعون. سووا منها طريق دخول همين. هيجي سووا طريق واحد عمود ما يزدحم وين المدينة. شوف شلون صار يزدحم. اوكي اوكي تمام. شو اسوي؟ هلا سووا هذا الطريق هيجي. سووا جسر ثاني، جسر لاخ. بس طريق عدل يطلع خارج المنطقة. يا هاي مشكلة. هسه مضبوط، هسه مضبوط. شوف شلون صار خرابيس. السكان عنده هواي جارية. اشنو هاي؟ مناطق تجار. انا انفتح عند العمارات اقدر ابني، يجون سكان اكثر. بس بعد الخروج كله من المصانع يدخل. شو يريد بالله هو؟ شو يريد من عندي؟ عشان يعني ما مسوي ماي هنا. انا ادفر الماي. قلك اوكي هسه عندي هنا تمام. بلش هذا المصنع، بلش التام، بلش التام. صوتهم تعبون انا اعرف. وقفت يا راسي قاعد اسوي محنة مناطق تفيدون. سووا مناطق مدارس، ما مسوي لك مدرسة بعدين. هاي شو تسوون؟ تسوون مدارس هاي هاي كواليتي. تمام هاي كلش هو اوكي. شو سوى هسه؟ سوى مدرسة شوية كبيرة هنا همين. بعدين انا سويت حافلات، ما يحتاج بعد اسوي حافلات. بس حافلات مكمل. عاوزني بعد شنو؟ عاوزني اشوف والله هذا الطرق المشاة يشتغلون مشون بيه. انا ما حد يستعملها مشاة، ليش ما حد يستعملها؟ والله اذا سووا منها ايش صح هذا ما عنده. عشان هاي كل هذا الشغل ما مرتبط هاي المنطقة شغلت؟ اي والله ما كانت مرتبطة. شوف قام يجون منها مشي. شوف هنا العاجي ما كانت مرتبطة عندي. خرابيس نفس الشارع هذا الرئيس راح اطلع بيه قبل. سووا مناطق سكنية هنا. كهرباء بعد بس ما اوصل، بس اوصل للسكة. اوكي نجيب مناطق سكنية. هذا مربع كله سووا مناطق سكنية.
ذاك هنا بس ما يعدهم مناطق كهرباء. اوه شيت سوف نحط ثاني مكان كهرباء هاي. زاد عندي التاج سوي محطة ثانية بعد طبعا محطة ثانية. بالله خلنا نشوف مناطق حدائق ما حدائق نسوي امشي السعادة ما تزيد على مود الناس يجون مدينة سوي هنا مدينة همين حديقة هنا همين هنا نحط لهم هذا سوي سعر المنطقة شوي مناطق هذن يفيدن مثل هاي البناية الصغيرة مات الأطفال حديقة مات الأطفال هاي زي السعادة مات. بس أنا أفكر أسوي حديقة شوية كبيرة والله هاي خليه هنا راح تفول السعادة ماتهم فول. والله هاي اللي يسمونها دين مويتها سبعة انا صورة عامة النفايات عندي تزيين بالله كيف صار بي؟ اوه 74 والله اعتقد اسوي لي واحد بعد مستشفيات انا مسوي مستشفى واحدة هنا انا هنا ما مسوي اي مستشفى راح اخلي مستشفى هنا انا اخلي مستشفى هنا واسوي مدرسة خلاص انا فلوسي خلاص انا فلوسي يب 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 اقول لك هذه مناطق تجارية هاي مناطق تجارية تبي مناطق تجارية خلي مناطق تجارية هنا يب. لا ما خلي مناطق تجارية خلي بالمدخل والمدى ما خلي مدخل ايش زعم خلي هنا هنا واحدة وهنا واحدة هيك كاف كاف عليكم كلش هاي المناطق همين مناطق سكنية حط هنا مناطق سكنية حط هنا مناطق سكنية بعد مناطق سكنية سوي عمود كاف هم بسرعة يجوا الناس يلا ملعب ما ايش بيه والله ايش ساعد ما تقول ساعدكم كل شيء بكم هاي الدرجة كم ملعب نانا من فيه ملعب مات كرة السلة جدي وقت بالله هسه شلون هسه اعتقد زين قدم ما تجيد ليس بالسيء يلا خلنا نوصل 5000 يعني الظاهر 10000 رقم كلش كبير يقول لك احتاج احتاج مكان مات نفايات راح اسوي راح اجيب هذا الشارع الاول شارع اسوي شارع منه يا سبع يا سبع علي اسوي هاي السالفه راح اسويها حطين محطة مات نفايات هنا اذا اسوي هنا راح اصير الفرة مالتك كلش بعيدة راح اسوي ازدحامات زايد انا عمو عايز اسوي ازدحامات بعد عم يوصلون بالصورة الصحيحة كهرباء واصلة كهرباء تلوث صغير على هنا بس اسوي لازم اسوي ان شاء الله انا ما ارتب المدينة شوف شلون صار ازدحام هذا المنطقة كلش مزدحمة مو هذا لا هو هذا سو هاي منطقة كلها تجارية صلح من جديد هذا خط الكهرباء لازم نفشه لو افتح هاي تنفتح لي بعدها لازم 5000 مواطن يعني تنفتح عندي المدرسة اللايبرري مكتبة هاي منطقة جديدة فلازم اسوي المكتبة خلي المكتبة لا مو هنا ولا هنا اعتقد انها زين حط هنا مكتبة نص المدينة راح ازيد السعادة عندهم وشلون زاد السكان والسعادة جاي تزيد مدرسة هنا اكو مدرسة هنا و تطلع هذا المنطقة هيج افضل شيء هاي الشغلة تصير كلش جيدة شوف هذا كلش فادنا هذا الشيء والله القطار بعده مسدود ما مفتوح لي
والتعليم زين، عدد السكان جاي يزيد. سووا بعد مدارس، كومت مدارس هنا، عنده مدرسة هنا سوونا كافر يعني. مركز اطفائية ما كان والله اطفائي هنا، بس هناك خلي واحد، خلي واحد هنا ما يصير. تلف مو مشكلة فلوس، واحد هنا واحد هنا. بس شلون صارت الوضعية؟ تمام. هاي المنطقة ما تصير، بس منطقة صراعية كلش خطرة، ما تصير اتش ار انا اعرفها. عاوز فلوس، فلوس ما عندي. بس هذا الشارع اذا طورته، وهذا من طورته، ليش الحافلات وقفت؟ الخط الحافلات ما وقف ليش؟ شو يصير؟ راح البيوت تتطور، البيوت نوعية البيوت. نحن شارع الرئيس شوي اكبر يكون افضل، بس بعدين اطوره. والله هذا شكله حلو والله، خل نشوف. سايد واحد، يلا سايد حلو. اوكي نفس الحالة، ما عجبني. هذا حلو بس ضخم. خلنا نشوف هسه. هذا السكان عاصر تقريبا 5000. بعد حط مناطق سكنية، بعد مناطق سكنية، كثير مناطق سكنية، كثير كثير من المناطق السكنية. كهرباء عندي والله جيد، صور عندي زين كهرباء، زين كهرباء. حطينا بعد محطة ثانية. يس هاي المناطق الأفضل، هاي المنطقة أفضل، هاي الماكينة أفضل من غيرها، ما تلوث وتعطيني كهرباء زين. هاي محطة فولت عندي بعد، شيلها. بس نسوي هسه نحط بعد محطة الأخ مال تقول مال نفايات، عمود السد النقص مالت ذيجا. من هاي بعيدة، كلش بعيدة، انا مسوي بس عمود هاي المدينة بس. صار الطريق تشتغل براحتها، تكمل هاي الشغلة كلها وتلمها. نحتاجون موارد 5000، راح نوصل 5000 ونخلص من هاي المهمة على مود نتقدم، نفتح لنا بعض الاشياء الجديدة. انا ما احب افتح يعني اشتري قرض بعد قرض ثاني، لان يعني القرض الثاني راح يكلف عندي وايد. خلونا نشوف والله شي بعد، نفتح لنا اشياء. هاي مدارس مستشفيات، طيب 60 20 18. هاي سويت معده، اي سويت معده، اي سويت معده، سويت منطقة يعني. هذا يقول تفلش ما اعرف في التجارة، هذا اعتقد ما تبلشنا اي منطقة تجارية. بلش هذا مين دما يبني، راح هاي المنطقة كلها تصير مو مثل ذاك، كان بيت صغير او محل صغير جاي تطور البيوت مالتي. خلاص سوى الشوارع مالته محل شوي مرتبة. سوى هذا الشارع، انا عجبني الشارع الصراحة يعني، فلازم اسويه طق طق طق. لكن ما توفر مخدمات هواية، أنا يستقعد المترو يصير بعد أحسن. واحد يا أخي والله، وين منطقة ما بيها هيش سعادة؟ ها ها منطقة، أعتقد هذا مثل الدوجو الياباني أو شيء من القبيل. يلا أشوف تصميم ياباني أو صيني، أعتقد صيني. هل بالنص شنو هاي؟ مكان جلوس او حديقة متنزه او حوض مالت اسماك. اوه يس وصلنا 5000 مواطن، جميل. شغلتنا تمام التمام، سلينا انا راح نوقف
نقص ماي بس ما خلاص باقي طوالي خلاص. احتاج بعد مضخات ماك ماي مضخة الاخ راح بسوي ماي احط لهم مضخة نعم اجيب هنيج الطريق بطريق احط لهم محطات كهرباء نعم تمام هسه تمام شغلتنا يميها شرب مو هسه والله يجب والله بسرعة لا توفر خروج اخراج اخراج ما شاء الله سمح حطيت له اخراج نضبط هذا المضخة بهاي نصير نقرب هسه تمام كملت الوضعية وان شاء الله يعني انا شغلتها مضبوطة هسه ما عندنا اي شي نقص خلينا نوقف هاي اخر مو اخر لا اخر هنا نوقف الحلقة ان شاء الله نشوفكم على حلقة ثانية نتطور ان شاء الله الى 10,000 الحلقة الجاية ان شاء الله فلا هنا نشكركم على المشاهدة واستمرار مشاهدتي وشكرا على التعليق واللايك ونشوفكم على خير باي.